صاح الجبل وردد الوادي يا نجران. هكذا ردد عشاق نادي الأخدود عن معزوفة أرض العطاء وجبال نجران العتية، فالحلم تحقق والسماوي يا سادة في دور المحترفين. هذا المنجز يقوده طموح الرجال وتفانيهم لكي تغني نجران بهبائب الجنوب. فالرئيس سامي الفاضل ناضل وصبر فظفر، فمنذ الدرجة الثانية إلى دور يلو حتى رفع العلم في هذا اليوم في دور المحترفين. نجران التاريخ سطر أمجادها التي لا تنسى من جديد عبر نادي الأخدود، عبر الرجال وسيقان ركضت فتعبت لتفرح الوادي والجبل، كما يوما قال الأعشى في حب نجران: أيا سيدي نجران لا أوصينكما. وين انت قبل اللي مضى من سنيني يا مسعد، باقي حياتي بلا افراح، ما اقول قبلك في حياتي ضريري، لاني بما غيرك من الناس مرتاح. وين انت قبل اللي مضى من سنيني يا مسعد، باقي حياتي بلا افراح، ما اقول قبلك في حياتي ضليلي، ولاني بما غيرك من الناس مرتاح. كرهب شقايا الدفيني منك السعادة بددت هاك الأشباح، حتى فرح كرهب شقايا الدفيني منك السعادة بددت هاك الأشباح. يا غالين قرت بلا ماك عيني، حبي وحبك سبب ربطنا.